أي بحر ينظم الشعراء، وبأي معنى تنطق الأسماء؟ حيرتني ماذا أقول مبجلا، فقصور شعري ما له إخفاء. في أي بحر ينظم الشعراء، وبأي معنى تنطق الأسماء؟ حيرتني ماذا أقول مبجلا، فقصور شعري ما له إخفاء. هل يستطيع الدلو حمل بحاركم أبيات شعري كلهن دلاء؟ يا صاحب المختار يا عمر الوفا، هل للقلوب بحبهن دواء؟ فرسول ربي قد رجا إسلامكم، ورجاؤه عند الإله رجاء. فأجاب رب الناس ما يرجو له، والله يهدي إذ يريد يشاء. يا مرعبا للجاحدين مناكفا، وعقولهم كم صابها إثرا، حتى الشياطين التي قد سلطت هربت، فإن لقاءه إلقاء. يا مخزيا كسرى الخبيث وجنده، لم يعرفوا الفاروق حين أساءوا. مزقت ملك الظالمين أبدتهم، ولقد دعا المختار فيه دعاء. وبعثت خيل الله فجرا صبحت، والنار تقدح تحتها حمراء. فإذا العدا صرعى جموعا تحتهم، مستهم البأساء والضراء. من ذا الذي يجزيك يا عمر الوفا، فخصال جودك ما لها إحصاء. يكفيك أن تبقى جوار حبيبنا في خير قبر ما له نظرات.